طيب. هو اني ما قد عملت في جوال هذا الحلفاء معانا عبد الرحمن عادل مدير برنامج الحلفاء وراح يحدثنا عن بعض تفاصيل برنامج الحلفاء البرنامج الأضخم الذي سينطلق يوم الغد بشكل مباشر على الهواء مباشر على قناة ماسا إحدى قنوات شبكة المجلة الفضائية. مساك الله بالخير عبد الرحمن. مساك الله بالنور أخوي خالد. مساك عبد الرحمن والله. مساك الله بالخير أستاذ عبد الرحمن أهلا وسهلا وحياك الله. اللي قاعدين نشوف البرومو قلت انا كذا يعني كل ما ادري ببجي ما ادري بتنزلون بوشنكي خاف بعد شوي بعد والله دبه لن يفهمها الا اللي يلعبون في ببجي. اقول انت واضح انك اليوم مروض استاذ عبد الرحمن ما شاء الله يعني البرومو وصل فكره البرنامج خليني اقول يعني كذا عن بعيد فيه التشويق والاثاره والابداع والتميز الجميع جالس ينتظر هالبرنامج بانطلاقته يوم الغد. عطنا كذا لمحه سريعه عن البرنامج. حياكم الله وحيا الله أستاذ المشاهدين. الله يحييك. البرنامج باختصار هو برنامج تنافسي بحجم كبير في ثلاث فنون: فن الإنشاد وفن التمثيل وفن التقديم التلفزيوني. طبعاً فكرة الحلفاء هذه الكلمة الفكرة الموجودة أن حيكون في إن شاء الله تحالفات بين مجموعات من الإنشاد من التمثيل من التقديم. ما ودي أتكلم بالتفاصيل بشكل كبير لكن هذا الحلف سيأثر على النتائج. ممكن يعني زي ما لمحنا في البرومو ممكن يسقط احد مثلا المنشدين في مثلا في برايم معين او اداء معين فيساعدهم في الدرجات حليفهم من المقدمين او الممثلين. هذا حتشوفونه ان شاء الله واضح. يعني انا ما ودي اني احرق التفاصيل لان سيكون الاسبوع هذا ان شاء الله الانطلاقه وستكون التفاصيل كلها على الشاشه والمشاهد الكريم. ان غدا ناظره قريب يشوفون شيء مختلف باذن الله. غدا بنعرف كل شيء ونشوف كل شيء. مزوي انك ما تسرب لنا شيء يعني لا تسرب. بكره بنعرف كل شيء باذن الله. مديرنا السابق في برنامج الموسم يعطيك العافيه حبيبنا عبد الرحمن على جهودك الكبيره اللي تقوم فيها. عاده يعني اول سؤال يطرح تقريبا من قبل الجمهور او غالبا من هم نجوم هذا البرنامج؟ من اللي سيكون موجود في البرنامج؟ هل هم فقط اللي ظهروا في البرومو او انه بيكون في نجوم ثانيين او في مشاركات؟ يعني لو تحدثنا عن تفاصيل المشاركة من النجوم أو الضيوف اللي بيكونوا في البرنامج. طبعا البرنامج هذا إن شاء الله سيكون مليء بالنجوم. اللي ظهر في البرومو اللي هم الست النجوم الكرام هم قادة الفرق قادة المجموعات الفنية. لكن غيرهم في عندنا مقدم للبرنامج عندنا مقدمين لفقرات أخرى اليوم إن شاء الله سيعلن عنهم وأيضا النجوم الأساسيين وهم المشاركين أو المتنافسين في البرنامج وهو عدد كبير يعني يفوق 18 شخص ان شاء الله او تقريبا يعني جميل. عطنا اسم من اسم من اسم من اسماء المقدمين يعني احنا عرفنا القاده حق الفرق واعلن عنهم لكن عطنا من مقدمين الفقرات الموجودين عطنا اسم اسمين دلعنا شوي. نحن سيكون عندنا مقدم البرنامج الرئيسي المقدم الرئيسي للبرنامج الاخ عبد الرحمن قاسم ما شاء الله تبارك الله. طيب وبرضه فقره فقرة يقدمها الاستاذ غابر خبران الله اكيد بيجي فقرة يقدمها الاستاذ محمد عباس وفقرات اخرى ان شاء الله ما شاء الله. هذه بعض من الاسماء المقدمين الفقرات غير قادة الفرق اللي هم الحلفاء. نعم نعم جميل. في لجنة تحكيم ولا في لجنة تحكيم؟ عطنا اسم واحد على الاقل من لجنة التحكيم اسم واحد مثلا. لا لجنة التحكيم اما اعطيك الثلاثة اعطني الثلاثة انا عطنا الثلاثة. انا قاعد اقول خايف انك تقول لا عطنا كلهم. لجنة التحكيم ان شاء الله ستكون مكونة من ثلاث اسماء مميز جدا في مجالات التقديم والتمثيل والإنشاد وهم الأستاذ عايض القمي والأستاذ محمد الغزالي والأستاذ سامي الجار الله. ما شاء الله تبارك الله. عاد اليوم كان يسألون في الهاشتاج أنه سامي الجار الله متى بيكون له مشاركة. هو موجود في المجد ويشارك في أي برنامج قادم بإذن الله وسيكون له مشاركة كما ذكر حبيبنا الأستاذ عبد الرحمن عادل مدير البرنامج أنه بيكون له مشاركة برنامج حلفاء. كل التوفيق لكم وسعيد والله بسماع هذه الأخبار عن البرنامج خاصة بمشاركة عدد من النجوم اللي بيكونون في هذه الشاشة اللي ما عرفناهم طبعا شفنا بس القادة. يعطيك العافية عبد الرحمن شكرا لك. والعادة شكرا لكم على هذا البرنامج وعلى جهودكم وبارك في برنامج أخوي خالد انطلاق ما سألك الله بس طيب مجلس طيبين بارك لنا ومبارك طبعا مجلس طيبين عشان نفس ماسه يلا 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 يعطيك العافيه شكرا لك حبيبنا عبد الرحمن يعطيك العافيه. اذا يعني اعلن عن بعض الاسماء في لجنه التحكيم في الاستاذ سامي الجار الله وكذلك استاذ محمد الغزالي واستاذ عايض بقومي ما شاء الله اسماء قويه وكذلك بعض الفقرات وكذلك